الخط مباشرة رئيس لجنة الصحة النيابية دكتور بلال عبد الله، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، تحية لك ولضيفك العزيز الصديق الحبيب دكتور صباح النور دكتور حبيب وعزيز ولطيف بس عم يتهمكم السلطة التشريعية، أنتم وينكم من السياسة الصحية بلبنان؟ وين ما بتحاسبوا الحكومات اللي وصلتنا لهون؟ مين بده يحاسب على التلوث اللي هلا عم بيزيد الطين بلة الكوليرا؟ تفضل الدكتور اسماعيل بيمون. تاني شيء نحن ويا مدرسة وحدة. بدي اقول لك ما سمعت الحديث للاسف، انه السلطه التشريعيه وينها؟ غايبه عن الموضوع، بتطلع بتقول لنا في وباء. لا ركزت على السابق، انا انتبه لحظه، انا هلا لا مش لانه صديقي طبعا، لا فيون يعني اذا لا 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 انا صديق وبعرف كيف بيفكر دكتور بلال، بيفكر بشكل جيد، بس انه انا قصدي قلنا كيف بيشتغل. لا 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 انا مع الحقيقة ركزت على تاريخ مجالس نيابيه، وطبعا مش معناه اني كتير متامل انه المجلس النيابي رح يغير هالقد، بس انه ما حطيت التقل هون لانه بعد ما بلشوا. خليني بس اربح الوقت معك لاني داخل عشانيها. انا بس بدي اقول لك انه بعرف دكتور فايل كيف بفكر، بعرف شعانة بس كان مجلس النواب، بعرف قديش عنده نفحه اصلاحيه بهالملفات، وانا بشاركه هذا المواضيع. يمكن مرات الاساليب تختلف اوكي، بس بجميع الاحوال انا بدي لك انه لا، نحن منكبين على القيام بالاصلاحات المطلوبه باكثر الملف وبشرة، وحنستمر. بدك تقولي لي هلا عن التلوث كوليرا، يعني نحن اليوم ما عم بتقولوا وباء ودقيت ناقوس الخطر، مضبوط؟ ومش هيك انا اليوم هلا جاي عند رئيس الحكومه، امبارح كنت عند وزير الصحه، اليوم عندنا اجتماع بجلس الصحه النيابيه مستدعي وزير الطاقة، مصالح المياه، المؤسسات الدولية المعنية بالمخيمات اللي مبين انه مقصرة. بكرة حاستمر باجتماع تاني مع مساوي الأعمار المسؤول عن محطات التكرير، مع وزير البيئة، مع وزير الزراعة، مع وزير الداخلية مشان موضوع البلديات. ومبارح اللي عرفته انه وزير الصحة عامل جهد استثنائي بهالملفات. خليني اقول لك الكوليرا مش صحة اكثر ما هي صرف صحي، اكثر ما هي أزمة مياه، اكثر ما هي أزمة كهرباء، اكثر ما هي أزمة نازحين. عم يعمل الجهد المطلوب باللحم الحي صح التعبير، يعني مستشفى ميداني ببنين انعمل 24 ساعة بجامع، والله عم استوعب 30 مريض. فالمهم اليوم انه يصير في مواكبة اعلامية، مواكبة شعبية لموضوع خطورة استخدام المياه الغير نظيفة الغير آمنة، وايضا استخدام الخضار الورقية المعرضة تكون حاملة. ايه بس يا دكتور يعني بلال عبد الله، اليوم هيدا موضوع من زمان، يعني صار لنا سنين نحن كاعلاميين بنحكي عن اليوم محطات التكرير الواقفه، سنين بنحكي عن التلوث الموجود بالمياه، بنحكي عن الصهاريج الملوثه، بنحكي زمان. يعني ليش نحن بلبنان بس توقع المشكله بنتحرك وبنستدعي كل المعنيين كيف بدنا نواجهها؟ ما نحن لازم يكون في وقايه قبل المواجهه. ست نوال بفهمك وحياتك، بس انا للصحة النيابية هلا انا مستدعيهم بزاف الكوليرا، بس انا عمليا تابعين انت سلطة تشريعية. بمرق لي هالكلمة، ايه بده يمرق لك كلمة، ما عليك مرق لي كلمة بس يا دكتور بلال، اللي عم تستدعيهم وطبعا هذا عمل صحيح وواجبك اكيد كرئيس لجنة صحية، بس كمان انا حقي اقول لاني مكوي كتير بتجربتي، المناخ اللي عم تستدعيه هو جزء من المناخ اللي وصلنا لهون. تفضل علق يعني خينا اسماعيل برأيه هلا بدنا نغير كل الصيغة وكل النظام وكل الآليات، ونحن مش عارفين ننتخب رئيس جمهورية. لا أنا للتذكير بس ولا قادرين شكل حكومة ولا قادرين تنتخبوا رئيس، والفراغ زاحف أصلا مش مطلوب كان شكل حكومة، مطلوب ننتخب رئيس. نعم بدي اقول لك ايه، لا بال 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 بالجهود المبذوله هلا باللحم الحي صح التعبير، بالامكانيات المتوفره، ما هي انت بتعرفي انه مشكله محطات الصرف الصحي والمي مش الكهرباء. انت لما الناس عم تلجا لسترنات المي لانه كل الابار الارتوازيه واقفه بسبب مش قادره مصلحه المياه او مصالح المياه تامن المازوت بسبب الافلاس، والكهرباء غير موجوده. فعمليا لا، هذه حلقه مترابطه، عم نحاول نحن ندق ابواب كل هذه المؤسسات ونناشدهم انه عقل اذا مش قادر تجيب كهرباء تفضل حط كلور بالمي. ايه بس على كل حال رح يقولوا ما معنا اموال،
الكلور بدوش ميل حنعطيهم هي اليونيسف، جبنا من اليونيسف كل المؤسسات دبليو اتش او اعطتنا مستلزمات. الوزير الصحه بشهد له عمل جهد استثنائي بالملفات، وبتصور حتى اللقاحات جاب لقاحات كافيه. كان عم بيحكوا عن لقاحات عدد معين اعطتهم منظمه الصحه العالميه. بترك هالموضوع لوزير الصحه يحكي عنه. تصور عمل جهد استثنائي، وانا مواكبه امبارح كنت باجتماع وزارة الصحة معهم مع كل المؤسسات الدولية مع كل الفريق العمل، وأنا بأكد لك إنه لا عم نواكب. بس للأسف هلا اليوم شو بده يطلع من النتيجة وللأسف شو؟ خليني 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 بوجود صديق عندك وزميل ومتابع، إنه نحن قليل مش قادرين كمان نحط أي ضابط على الحدود كمان. يعني من خمس أشهر عارفين في كولرا بسوريا وما تيجي على لبنان. معقول النازح السوري لأسمه نازح كيف بيطلع؟ بس عم تشكيلنا نحن، لازم نشكيلك. لا انا عم ضوي على الموضوع. انا 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 اخرت الشيء نائب، لاني وزير ولاني حكومه ولاني سلطه ولاني سلطه بتتوجه بالانجازات. ماشي نعم. على كل حال شو رح يصير باجتماع اليوم؟ انا اكيد رح يصير بعض التوصيات والضغط على المؤسسات خاصه الدوليه نعم، ان لا تقصر تجاه لبنان لصالح مشاكل إقليمية ودولية أخرى. فهي بكفاية. شكرا لك دكتور بلال عبدالله، رئيس لجنة الصحة النيابية.